الراديو 90 90 هواها مصري. النهارده طلاب الثانويه العامه عندهم امتحان اقتصاد واحصاء. دعواتنا ليهم ودعواتنا لكل اللي بيمتحنوا في كل المجالات يا رب، وطلاب الثانويه الازهريه اللي بداوا امتحاناتهم قبل الثانويه العامه كمان وموادهم تقريبا الضعف، ولسه في طلبات كليات كمان بيمتحنوا النهارده. خلينا نقول شويه نصايح لكل الطلبه، بس كل سمعنا قولوا ربي يوفق اولادنا اللي في الامتحانات. فتعالوا نعرف النصايح ايه. بيقول لك نصايح للي بيمتحنوا علشان تساعدكم في المذاكره والاستعداد للي لسه يعني ما بداش امتحاناته. اعتقد ان كله بدا يعني. لازم الأوضة اللي بتذاكر فيها تكون إضاءتها كويسة، ما تعتمدش على كشاف فوق المكتب أو الأباجورة، لازم الأوضة تكون إضاءتها كاملة. ده هيساعد إنك تفضل فايق وإنت بتذاكر وما تحسش كل شوية بالخمول وإنك عاوز تنام، خصوصا لو بتذاكر في نفس الأوضة اللي بتنام فيها، وده مش مستحب. ده كمان بيفكرنا نقول لك ما تذاكرش وانت قاعد على السرير، دي النصيحة الأبدية، لأن جسمك هيستسلم للكسل وهتحس إنك عاوز تنام ومش هتكمل المذاكرة. الوضع الأنسب للمذاكرة إنك تقعد على كرسي ليه مسند ليه ظهر يعني، ويكون قدامك مكتب أو ترابيزة تذاكر عليها. أولياء الأمور اللي سمعنا ورايحين شغلهم، النصايح دي يا ريت تطلبوا من أولادكم ينفذوها، ولكن بطريقة لطيفة كده من غير ما يحصل شد، عشان احنا عارفين الفترة دي بقى كله متعصب ومتنشن. شرب المية كتير جدا للطلبة هم بيذاكروا، لأن المية بتساعد على التركيز وبتخلي الطالب مصحصح وما بيجيلوش احساس برضو بالخمول. ونحاول الاكل ما يبقاش وجبات دسمة وتقيلة، ولكن مش معنى كده مش هناكل، لا لازم ناكل، ولكن وجبات خفيفة صحية تساعد على التركيز اكتر وتحسن الذاكرة. الخضار بيقولك الخضروات الورقية، مع احترامي للسبانخ، من الاكل المفيد جدا في الفترة دي. الخس وجوده مهم، الخضار اللي مفهوش نشويات عالية، البقوليات، العدس، الفول، الفاصوليا البيضة، البيض، الشوكولاتة الغامقة، الشاي الاخضر، المكسرات، الاسماك مهمة علشان الاوميجا 3 وفيتامين اي اللي بتحمي المخ وبتنشطه وبتحسن الذاكرة كمان وبتساعد على التركيز. كمان المحافظة على عدد ساعات نوم منتظم والنوم كويس وما نروحش الامتحان مطبقين بأي حال من الأحوال، دي كارثة. بتبقى فاكر ان انت رايح فايق، بتبتدي تنام جوه اللجنة، وبتبتدي حتى لو مش هتنام بيبتدي المخ نفسه يقفل والتركيز بيضيع. خليك حريص انك تنام عدد ساعات منتظمة، وهو العدد المثالي 8 ساعات يوميا. تقول لي ده ليلة الامتحان وش ليه امتحان، هتقللهم شوية، ولكن ما ينفعش تروح مطبق اللجنة من فضلك. وانت بتذاكر دايما اكتب الملاحظات المهمة او علم عليها، علشان هي دي اكتر حاجة هتفيدك في المراجعة. وده طبعا دي بتبقى نصيحة في بداية السنة، ولو انت معلم عليها تفتكرها ان شاء الله. ودايما بيقولك وانت بتذاكر موضوع الاقلام الفوسفورية الملونة دي بتعلم في المخ فبتفتكرها في اللجنة. نصيحة لكل الطلبة، وخصوصا الطلبة اللي بتمتحن اليومين دول، وطلبة الثانوية اللي فات وطلبة الثانوية الأزهر، كله اللي فات ركز في اللي جاي.